يفوز الهلال. طبعا ايش تقول للهلال؟ انا بحبه جدا جدا جدا. هو انا في طياره. نعم في طياره بيادو. انت الحمد لله اليوم ان شاء الله حمزه وصفا خمسة صفر. تبع حمزه هو دار الهلال. تبع تبع يا حبيبي محمد الكربي من شروره من المملكه العربيه السعوديه. يا هلا وسهلا. جاي عشان الهلال؟ اي والله جاي عشان الكيان الهلالي في قلبي من الصغر. اللي عرفه انا ان شروره تبعد عن الرياض تقريبا 1200 300 كيلو. يعني طلعت من شروره للرياض الى طوكيو. نعم طلعت بر من شروره حضرت المباراه الاولى والحمد لله تمت الموافقه من ولي العهد واداره الهلال ان يذهب الى طوكيو. ورساله خاصه للملك سلمان ولي عهده اللي اهدانا هذه التذاكر ان شاء الله وجابنا لين هنا وما احنا وراجعين خايبين. زي السعودي والبشت وعريس من الاخر نقول عريس اليوم باذن الله عريس والزفه طال عمرك بعد المباراه العروسه الكاس باذن الله. انا اقول اهم شيء نايداف اهم شيء نايداف اهم شيء العب روح هجوميه باذن الله. صدقني اثنين وبنرجع كاساسه للرياض باذن الله. يعني في جماهير من الاتحاد ويعني في اكثر من نادي موجود الجميع اليوم يمثلون الوطن. Do you come from هلال ساوث جانب سعودي عربي. Nice to meet you. Nice to meet you. Good luck. Good luck. والله روح رياضيه يا طول. اللي يستحقها الهلال كان أفضل يستحقها من زمان ما يحتاج يتكلم عن اللي صار في الماضي لكن اليوم الهلال كان أفضل في مباراة الذهاب والإياب ويستحقها وألف مبروك. الفريق كان مركز مباراتين أحسن ما يكون صراحة. يعني حاس نفسي مرتاح المباراتين هذه أكثر من أي مباراة في كأس آسيا اللي راح المباريات اللي لعبناها. أبارك لجماهير السعودية بشكل عام وجماهير الهلال بشكل خاص وبارك لإدارة الهلال وأعضاء الشرف وأيضا محبي الهلال هذا اللقب اللي غاب عن خزان الأندية السعودية لمدة قاربة 14 سنة. للملاعب الحليلة للحنيلة لا نزال للملاعب فزت خصومة يا صعب المنال يا الشقردي أرفع الهامات.